من 100,000 حالة شفاء إلا أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تتزايد كل يوم، والتوتر يتصاعد لدى المواطنين، والتحديات تتفاقم أمام الحكومات لتطويق انتشار الفيروس. نناقش في موضوعنا الرئيس وضع القطاع الصحي في بعض الدول العربية والتحديات التي تواجه قدرته على الاستمرار في مكافحة هذا الوباء. في شباك الصحة نسلط الضوء على دراسة فرنسية تشير إلى إمكانية استخدام دواء الملاريا في علاج بعض المصابين بفيروس كورونا. وفي شباك الدنيا نذهب إلى كوسوفو، حيث احتج المواطنون على الوضع الصحي في البلاد بقرع الأواني من شرفات المنازل بسبب الحجر المنزلي. فقراتنا الأخرى متنوعة بين آخر التطورات والمستجدات لهذا الفيروس وردود أفعال الأردنيين على مواقع التواصل في هذا الشأن مع ارتفاع عدد إصاباتهم. تابعونا. نبدأ الحلقة بمجموعة من الصور عن تأثير فيروس كوفيد-19 على الحياة اليومية. نبدأ جولتنا بأطفال فلسطينيين يلعبون كرة القدم مرتدين أقنعة واقية في قطاع غزة. أما هذا المواطن الهندوراسي فكان أقل حظا، إذ لم يملك سوى عبوة بلاستيكية ليصنع منها قناعا واقيا. وفي مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين تحمل هذه السيدة لاجئا مقعدا وقد ارتدى قناعا واقيا. وفي المغرب يعقم هذا الرجل كل شيء أمامه، حتى المارين مع كلابهم ومع كل ما يحملونه. ونختم جولتنا بالهند، حيث تم وضع قناع واق على تمثال لفيل للتوعية بأهمية ارتداء الأقنعة الواقية. وإلى شباك كورونا وآخر الأخبار حوله، بدأت تجارب سريرية في 7 دول أوروبية على الأقل لاختبار 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا تشمل 3200 شخص. والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير ريمدسيفير ولوبينافير بخلطه مع ريتوفانير، على أن يعطى العقار الأخير مع انترفيرون بيتا أو من دونه، فضلا عن هيدروكسي كلوركوين. وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا في كل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا. قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فرض حظر التجول في المملكة لمدة 11 ساعة من 7 مساء ولمدة 3 أسابيع. وسجلت المملكة 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في السعودية إلى أكثر من 500. واتخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة وإغلاق المساجد. أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية إيمانويل وارغون تشخيص إصابتها بكورونا، لتصبح ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس. وبلغت حصيلة المصابين الذين أدخلوا المستشفى في فرنسا 7240 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 674 حالة، منها 112 وفاة سجلت في الساعات 24 الماضية.
وإلى المغرب، حيث ردد آلاف المغاربة في عدد من المدن أدعية من شرفات منازلهم بهدف رفع بلاء كورونا. واختار مواطنون آخرون ترديد النشيد الوطني المغربي لرفع معنويات الأطباء والممرضين ورجال الأمن وكل العاملين الذين يحاربون هذا الفيروس. وأعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 96 شخصا، توفي منهم 4، بينما تماثل 3 للشفاء. أما الصين فقد أعلنت أنها لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا، لكنها قالت في المقابل إنها سجلت 39 حالة مستوردة. وبدأت الحياة تعود تدريجا إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان. وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا. والآن مشاهدينا إلى فقرتنا اليومية لموضوع فيروس كورونا، حيث يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم فيها عن فيروس كورونا. واليوم نستضيف دكتور حسان الصواف، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المشددة. أهلا بك دكتور حسان. إذا أبدأ مع سؤال لعبد السلام، ما المواد التي يمكن استخدامها للتعقيم في المنزل؟ أول شيء تنظيف اليدين الماء والصابون، تعقيم في المنزل ديتول، الكلور الممدد طبعا، المواد المنظفة المعروفة عادة محتوية على الكلور أو الديتول مشابهات له، كل هذه مواد جيدة جدا للتعقيم في المنزل. نعم دكتور. ومشارك يسأل، هل السجائر الإلكترونية تزيد من خطورة كورونا؟ بالطبع السجائر الإلكترونية تزيد لأنها تؤثر على أداء الرئتين، وهي كالسجائر العادية ثبت أن أضرارها كبيرة جدا بالنسبة للجهاز التنفسي ومناعة الجهاز التنفسي وضعف مقاومته عفوا، وهذا ما يزيد من خطورة هذا المرض عند المدخنين وخاصة بالسجائر الإلكترونية. نعم دكتور. كمال يسأل، هل صحيح أن الفيروس يستطيع أن يبقى ساعات في الهواء الرطب أو أي هواء ربما؟ أي هل يمكن لمن يتنزه في الحديقة أو يمشي في الشارع أن يصاب بالفيروس؟ الدراسات حتى الآن الحديثة تقول بأن الفيروس قابل أن يبقى في الهواء 3 ساعات إذا خرج من فم مصاب بعد سعال أو عطاس. لذلك إذا نحن كنا نتوقع أن هذا المكان كان يعج بالناس ويعج بالناس الذي قد يكون أحدهم مصاب، الواحد بده يتوقع الحذر، يضع كمامة لتجنب استنشاق هذا النوع من الفيروسات. طبعا كل هذا الكلام ما زال طور دراسات، يعني بعض الدراسات تقول أنه يوجد في الهواء ويبقى 3 ساعات، بعض الدراسات الأخرى المضادة ما زالت غير يعني مؤكدة لهذا الموضوع. نحن ننصح بأن نعتبر أن الهواء في حال أنه أحد الأشخاص مصاب كان في هذا المكان توخي الحذر ولبس الكمامة للوقاية من الإصابة بهذا المرض. نعم، لكن كيف يعني لمن يريد مثلا ممارسة المشي الرياضة أن يعرف أنه في هذه الحديقة أو هذا الشارع كان في مصاب بفيروس الكورونا وقد عطس أو سعل؟ يعني هل أنت بتشوفها طبيا بالفعل منطقية أن يبقى الفيروس 3 ساعات في الهواء الطلق؟ صعب 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 جدا. هكذا هلا يعني ما أراه أنا مختلف عن ما قاله الباحثين. يقول باحث، بعض الباحثين يقول ذلك، وأتى باحثون آخرون أيضا كما تقولين يعني استغربوا من هذه النتائج وضحضوها.
هلأ يبقى الإنسان هو شو؟ والله أنا أظن أن هذا المكان كان يعج بناس كثيرين، الأفضل واحد يضع كمامة حتى يتبين الحقيقة في هذا الموضوع. أما والله في حديقة كبيرة واحتمال أنه يكون واحد قليل يكون مشى فيها، لا حرام الواحد يحط كمامة في مكان طلق وكذا، إلا إذا كان يعج كثير بالناس الأفضل ساعتها يضع الكمامة. نعم. وعبد الرحمن يسأل: لدي احتقان في الحلق وحرقان، ولكن ليس لدي حرارة أو ضيق في التنفس، هل هذه من أعراض كورونا؟ للأسف أي عرض تنفسي طارئ قد يكون هو عرض من أعراض الكورونا، بما فيها الاحتقان، بما فيها آلام الحلق، وقد تكون كل هذه الأعراض فقط، يعني فقط يشعر هذا الإنسان بالاحتقان وألم الحلق، قد لا يصل إلى درجة ارتفاع الحرارة أو قد يصل إلى ارتفاع الحرارة. فلنقل أنه أي عرض تنفسي ابتداء من الاحتقان أو آلام بالعوم قد تكون عرض، لكن يعني ما تعني إصابة شديدة، وإنما قد تكون عرض، قد تكون في إصابة أو قد لا تكون. العودة إلى ما حدث من أيام، هل كنا على احتكاك مع مريض، هل أتى أحد من سفر، هل ساعة الواحد يتوجه أكثر إلى إمكانية الإصابة. لكن كمان في هذا الوقت يكثر هذا النوع من الأمراض، كثير من الناس العاديين يصابون باحتقان أو آلام في طب الحنجرة هل يبدأ هل نتيجة يمكن التهابات فيروسية عادية أيضا. نعم دكتور، هل يمكن للكورونا أن يبدأ بآلام في الحلق خفيفة أو رشح خفيف ثم يتطور إلى التهاب رئوي حاد، نمونيا ذات رئة؟ بكل شيء ممكن، طبعا ممكن يبدأ كذلك ثم يبتد أكثر للبلعوم وينزل باتجاه الطرق التنفسية، ترتفع الحرارة أحيانا بشدة، يصاب بآلام عضلية، وقد يبدأ مباشرة بصورة يعني يختصر هذه المراحل مباشرة إلى إصابة تنفسية حادة. لكن عادة يبدأ بهكذا إصابة، يبدأ بالحلق وجفاف، آلام، آلام عضلات، آلام جسم، وينتشر للرئة وتصبح الإصابة رئوية أكثر. نعم. ولكن ليس بالضرورة أن يمر كل هذه المراحل أو أن يصل إلى الرئة، ممكن أن يصل فقط للحلق ويقف هنا. نعم. ومشاركة تسأل: كيف يمكنني أن أقوي جهاز المناعة لتخفيف حدة الإصابة بالفيروس؟ الرياضة الخفيفة هذه الأيام، الرياضة الناعمة وزيادة الدورة الدموية تحسن من المناعة، الراحة، النوم الكافي والنوم الجيد يحسن من المناعة، تناول الأطعمة المختلفة وخاصة الخضروات التي تحتوي على غذاء غني بالفيتامين سي تزيد من تحسن من المناعة، كل هذا، تجنب التدخين، الأماكن الملوثة تحسن من المناعة أيضا. نعم. ما هي الرياضة الخفيفة الناعمة دكتور، خاصة أثناء الحجر المنزلي، يعني التنقل من الكنبة إلى المطبخ إلى المشي؟ ها هلا صحيح صحيح كلامك صحيح. هلا يوجد في كثير من البيوت يوجد الجهاز المشي الذي قد يكون موجود داخل المنزل، هذا يعتبر رياضة جيدة، ليس من الضرورة أن نقوم بطريقة مجهدة بإجراء هذا المشي السريع، وإنما مشي عادي قد يكون كافي مع النوافذ المنزل مفتوحة. في ناس يعيشون ضمن كامبات مثل منطقة الخليج، ضمن مجموعة فيلات أو كذا سكن قابل، يوجد في أماكن للتمشية، يعني هذا يعتبر أيضا مكان للرياضة. السباحة إذا كان يوجد في البناء نفسه خدمات مسبح مغلق أو مسبح حتى مفتوح والطقس جيد، كمان تعتبر رياضة ناعمة خفيفة. لا، ولكن ننصح بالابتعاد عن الرياضة المجهدة الشاقة. نعم. التي تتعب الجسد، هذه ننصح حاليا بالابتعاد عنها لأنها قد تسبب بحد ذاتها إشكالات. نعم دكتور، يعني الآن لم يتبقى لدينا الوقت لسؤالك، مرة أخرى سنسأل عن موضوع المسبح تحديدا لأنه كثيرون يتخوفون من المياه طبعا التي يرتاد الكثير من البشر. إذن الدكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المشددة كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك.
إذا مشاهدينا كانت هذه بعض الأسئلة التي وردتنا، يمكنكم مشاركتنا بأسئلتكم واستفساراتكم حول فيروس كورونا على صفحة التلفزيون العربي على فيسبوك، وسنجيب عنها ضمن فقراتنا اليومية الخاصة. وفي شباك الشارع لهذا اليوم نذهب إلى السودان ونسأل بعض المواطنين حول الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس. الحكومة يعني أداء ضعيف جدا على مستوى الولايات والمركز. أنا قبل يومين كنت في القضارب، الناس شغالة عادي، يعني ما في زول شغال بالكلام. ما شايفين أصلا الحكومة دي أنها هي في أي مجابهة للمرض كورونا. يعني ابسط الحاجات المفروض يكون فيها حملات بتاعت التوعيه، المفروض يكون في يوزعوا كمامات للناس، زي ما معروف انه الشعب السوداني شعب بسيط جدا، يعني المفروض يكون في يوزعوا لهم كمامات، يعني ابسط حاجه يوعوا الناس، يعملوا بوسترات في الشارع، يعملوا اعلانات في التلفزيون كده، فما شايفين انه في حاجه. يعني الحكومه تعاملت مع الموضوع بتاع كورونا بمسؤوليه كبيره، ابتداء من الخطه الاولى لحد ما نحن وصلنا حاليا في السريع او المرحله الثالثه. عموما قفل الحدود، التعاون، المسؤوليه، اعلان الطوارئ الصحيه، دي كلها خطوات يعني مسؤوله تشكر على وزاره الصحه، لكن في نفس الوقت نحن محتاجين تعاون من الناس، الناس تلتزم بالحاجات الصحيه المطلوبه او المفترض الناس تعملها. الناس تتعامل بجديه مع كورونا لانه بجد قاتل. الحكومه تخلي يعني متراخي في الموضوع ده شويه. يعني المفروض تاخذ الموضوع بجديه. لانه اطلع بعض الدول زي بريطانيا وايطاليا وكانوا ما ماخذين الموضوع بوصل عواقب كده ما كويسه. يعني الحكومه المفروض تكون في رقابه شديده جدا جدا على الاسواق بالذات، يعني مكان الازدحامات والحفلات، بيقولوا انه وقفت الحفلات، لكن انا مش شايف كم حفله، انا حايم شايف كم حفله شغاله، وكونه انه الناس ما تطلع من بيتها دي حاجه مستحيله، لانه الحكومه ما بتقدر توفر الحاجات الناس اللي بتعملها. تعيش المستشفيات التونسية كما معظم المستشفيات العربية حالة تأهب قصوى منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد. في تونس لا يتجاوز عدد أسرة الإنعاش 270 سريرا، ما يجعل الدولة تتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة مثل منع التجول وفرض الحظر الصحي تفاديا لانتقال العدوى بين المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وحرصا طبعا على تقليل الضغط على المستشفيات والأطباء والطاقم الصحي. تونس تعيش تحت الحظر الصحي بعد إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة تفرض التزام التونسيين لبيوتهم بهدف تقليل انتشار الوباء في البلاد. فيروس كورونا الذي أصاب نحو 90 شخصا أدخل مستشفيات تونس ومراكزها الصحية في حالة تأهب قصوى. مستشفيات يقول القائمون على القطاع الصحي إن عدد أسرة الإنعاش فيها لا يتجاوز 300، لذلك فهي معركة حاسمة. حاليا احنا قاعدين نتبعوا فيما تعرفوا الفترة هذه فترة صعيبة، الخدمة مازالت برشا، باش نجموا نقاوموا المرض هذا يلزمنا كلنا مع بعضنا نخدموا مع بعضنا. حملات توعية مكثفة وتوصيات حثيثة لا تنفك المؤسسات الصحية والمجتمع المدني عن تقديمها للمواطنين بهدف التقليل من نسبة العدوى وتقليل الضغط على المستشفيات. شغلنا الشاغل هو رصد الحالات والوقاية من الحالات الخطرة، لأنها الحالات الخطرة اللي تمثل 10% هي اللي يلزمها عناية خاصة بعلاجات خاصة، وتخلينا ما نكونوش في نسبة وفيات كما بعض البلدان، نكونوا في المعدلات العالمية اللي ما تفوتش 2%. تعيش تونس كباقي دول العالم حالة تخوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المصابين في حال ازدياد عدد الحالات، ما يجعل الدولة تعول على وعي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تفاديا لسيناريوهات قد لا يحمد عقباها. أميرة مهذب، العربي، تونس. وينضم إلينا من بيروت سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة. مساء الخير أستاذ سليمان وأهلا بك. إذا يعني اليوم فعلا الدول العربية بشكل خاص تواجه تحديات كبيرة بما يخص طبعا
التجهيزات في المستشفيات الحكومية بشكل خاص. كيف سيتم التعاطي مع هذه الأزمة وهذه التحديات في لبنان؟ لنبدأ من لبنان أولا. في لبنان القطاع الاستشفائي بمجمله هو قطاع خاص، يعني المستشفيات الخاصة تؤمن حوالي 85% من التقديمات الاستشفائية مقابل 15% للمستشفيات الحكومية. ونحن منذ حوالي شهر، منذ بدأ أول حالة كورونا في لبنان، بدأنا نتجهز كمستشفيات خاصة لحالة انتشار هذا الوباء، وقد وصلنا إلى حالة من الجهوزية بالتواصل والتكامل مع المستشفيات الحكومية. نعم، إذن يتم يعني استقبال المرضى مجانا كأنها مستشفيات حكومية؟ لا، يتم استقبالها على عاتق الجهات الضامنة الرسمية، مثلا المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي فيدخلون على حساب الضمان الاجتماعي، ومن يدخل منهم أيضا على نفقة وزارة الصحة إلى آخره. عندنا عدة جهات ضامنة رسمية كالجيش مثلا، قوى الأمن الداخلي، وكلها تغطي حالات الدخول إلى المستشفى من أجل بسبب الكورونا. نعم. طب أستاذ سليمان، يعني هذه الأزمة أيضا أوضحت الكثير من المشكلات التي تعاني منها البنى التحتية في البلدان العربية. هل يتم التنسيق في هذه الحالات بين وزارة الصحة والمستشفيات وبين قرارات أيضا الحكومات، إن كان بوقف الطيران مثلا إلى الأماكن الموبوءة، ويعني تسهيل عمل المستشفيات وبالتالي تخفيف أعداد المصابين أو المحتمل إصابتهم؟ تماما، هناك وحدة لإدارة الأزمات تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة في لبنان، وهي تضم من جملة ما تضم النقابات الصحية ومنها نقابة المستشفيات، وبالتالي فإن الخطوات التي تتخذ على مستوى الوطن هي بناء لتوصيات هذه اللجنة ترفع إلى مقام مجلس الوزراء، وعادة يتبناها، منها مثلا ما حدث أخيرا من منع التجول أو إقفال المطارات أو إقفال المعابر الأرضية إلى آخره. إذن نحن يعني كخلية أزمة نعمل، والاجتماعات بين القطاع العام والقطاع الخاص متواصلة شبه يومية. نحن نتواصل مع الجهات الرسمية سواء كان في وزارة الصحة أو في رئاسة الوزراء، وبالتالي نحن يعني إلى حد بعيد استطعنا أن نحتوي هذه المشكلة، ونأمل قدر الإمكان يعني حصر الإصابات. يعني مثلا لغاية الآن منذ شهر تقريبا، أي منذ 21 شباط، لدينا فقط 267 حالة إصابة، وأربع حالات وفاة، وأربع حالات حرجة، وبالتالي فإن الوضع مقبول جدا لغاية الآن. والإجراءات التي اتخذت خاصة الطلب من السكان البقاء في بيوتهم هي يعني تساعد جدا على منع انتشار صحيح. هذا الوباء، خاصة عندما وبالتالي يلتزم اعطاء الوقت الكافي. نعم، خاصة عندما يلتزم المواطنون بهذه المطالب طبعا بالبقاء في البيت. اتمنى ان تبقى معنا استاذ سليمان. نذهب الى رانيا الدريدي ومعلومات عن مدى استعداد القطاع الصحي في بعض الدول العربية لمواجهة كورونا، ثم نعود لاستكمال النقاش.
يستمر فيروس كورونا بالتفشي حول العالم ويزداد يوما بعد آخر عدد الدول التي تسجل حالات جديدة للإصابات والضحايا. ومع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس وفي ظل غياب العلاج الشافي والمصل المطلوب، يطرح التحدي على أشده أمام الأنظمة الصحية العالمية والعربية بالخصوص على احتواء هذا الوباء واستيعاب أعداد المصابين المتزايد أمام محدودية الأسرة في المستشفيات وأجهزة الإنعاش وافتقار العديد من الدول حتى للأعداد المطلوبة من الأطباء والممرضين. ووفق مؤشر أمن الصحة العالمي الذي صدر مؤخرا وشمل 195 دولة حول العالم، ركز على تقييم قدرة هذه الدول على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها ومدى جهوزيتها للتعامل مع الأوبئة. وتشمل هذه الفئات قدرة الدول على منع نشوء انتشار مسببات الأمراض ومدى قدرة النظام الصحي على معالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي والامتثال للمعايير الدولية. وأظهر التقرير ثلاث دول عربية غير جاهزة بتاتا، وهي الصومال واليمن وسوريا. وجاء ترتيب بعض الدول العربية كالتالي: السعودية في المرتبة 47 عالميا، المغرب في المرتبة 68 عالميا، تليها لبنان في المرتبة 73 عالميا، ثم قطر في المرتبة 82 عالميا. ورغم بعض الاستثناءات في بعض الدول العربية التي تمكنت من إنشاء نظام للتغطية الصحية الشاملة تحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على رعاية صحية تلبي تطلعاتهم وحاجياتهم، تبقى هناك عدة دول عربية تعاني ضعفا وحتى انهيارا كبيرا في قطاع الصحة. نذكر من بينها الجزائر، فرغم ما تخصصه الدولة لميزانية قطاع الصحة وهو أكثر من 3 مليارات دولار، إلا أن الإحصائيات الدولية ما تزال تضع الصحة بالجزائر في دائرة حمراء، حيث يضم قطاع المستشفيات العمومية نحو 70,000 سرير، بالإضافة إلى 10,000 سرير في المستشفيات الخاصة في بلد تخطى عدد سكانه 43 مليون العام الماضي. في تونس، أظهر التقرير السنوي الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء وشمل مؤشرات سنة 2017 أن عدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان ما يزال دون المعدل العالمي، إذ يقدر ب 1.8 سرير في تونس لكل 1000 شخص، وهذا رغم التحسن المسجل في السنوات الأخيرة، والتي يتجاوز عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 230 فقط. أما في لبنان يعتبر قطاع الصحة من أكثر القطاعات تأثرا بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد، وتنبع هذه الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة بما فيها المستحقات المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الصحية العسكرية، وهذا بدوره ينعكس سلبا على قدرة المستشفيات في توفير اللوازم الطبية. وتظهر دراسة قامت بها نقابة المستشفيات الخاصة عام 2013 أن عدد الأسرة في جميع المستشفيات على الأراضي اللبنانية بلغ أكثر من 11,000 سرير، وتبلغ حصة القطاع الخاص منها نحو 10,000 سرير. شكرا لرانيا على هذه المعلومات. وأعود إلى سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة. أستاذ سليمان، يعني للأسف هذا الفيروس جاء في وقت تعاني فيه معظم الدول العربية من أزمات على أراضيها، ومن بينهم طبعا لبنان. اليوم بريطانيا العظمى، فرنسا، إيطاليا لديهم مأزق في مواجهة هذا الفيروس بسبب عدد الأسرة والمستشفيات. كيف لبلد كلبنان بدأ فيه الحراك طبعا في شهر أكتوبر الماضي، ونعرف أنه قبل ظهور الفيروس كان في أزمة حقيقية في المشافي الخاصة مع هجرة الأطباء ومع نقص المعدات والأدوية؟ نعم، يعني بالوضع الحالي عدد الأسرة كاف، سواء الأسرة العادية أو الأسرة العناية المكثفة. يعني لدينا حوالي 2000 سرير مخصصة للعناية المكثفة. المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن هي النقص في المستلزمات الطبية، لا سيما تلك التي نحن بحاجة إليها للحماية في معالجة الكورونا. أنت تعلمين ولا شك أن هناك مستلزمات طبية كالكمامات والمراويل والغطاء للعينين إلى آخره، نعم، ضرورية كي لا يتعرض
الطواقم التمريضية والطبية إلى العدوى من المرضى. هذه مشكلة نواجهها، وهي كانت قد بدأت قبل البدء بانتشار فيروس الكورونا بسبب صعوبة الاستيراد إلى لبنان بسبب الضائقة الاقتصادية التي نمر بها، ونحن اليوم نعاني من هذه المشكلة. وبالطبع يعني أكثرية بلدان العالم تعاني من هذه المشكلة، لأنه هناك طلب كبير جدا على هذه المستلزمات التي نسميها PPEs، يعني Personal Protection. نعم أستاذ سليمان، ماذا عن الطواقم الطبية؟ يعني شاهدنا الكثير من الفيديوهات تأتي من مشافي في لبنان لمتطوعين، أطباء متطوعين وممرضين يعملون تطوعا، أين هي الكوادر الطبية اليوم؟ صحيح، يعني شكرا لهذه الملاحظة، لأن نلاحظ أن هناك يعني نهضة اجتماعية لمواجهة هذا الوباء. نحن نعالج مشكلة النقص المزمن في عدد الممرضات حاليا بتأجيل كل الحالات الباردة التي يمكن تأجيلها، ونركز كل طاقاتنا على الحالات الحرجة سواء كانت كورونا أم غير كورونا، وبالتالي هذا يعني يترك ما لدينا من طاقات بشرية للتركيز على المشكلة التي نمر بها. ولكن يعني لا نستطيع أن نستقبل كما كنا نستقبل من قبل جميع الحالات. الحالات التي تتأجل نحن نؤجلها ونركز على الحالات الحرجة وعلى حالات الكورونا، ونجد نخوة كبيرة لدى الطواقم التمريضية والطواقم الطبية. نعم أعتذر على المقاطعة أستاذ سليمان هارون، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة. إذن كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك، نتمنى السلامة لجميع، كل التقدير للمتطوعين الأطباء والممرضين، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا تتابعونا بعده. حملة خليك بالبيت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لحث المواطنين على البقاء في البيت. وإلى كوسوفو في شباك الدنيا، حيث احتج المواطنون على الوضع الصحي في البلاد بالضرب على الأواني من شرفاتهم بسبب الحجر الصحي في المنزل. وفي شباك الصحة نسلط الضوء على دراسة فرنسية مهمة جدا تشير إلى إمكانية استخدام دواء الملاريا في علاج بعض المصابين بفيروس كورونا، مع دانيا أرشيد. أهلا بكم من جديد، والآن إلى شباك هاشتاج، ونرصد فيه أبرز ما تداوله الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع ليث الجبور. مساء الخير ليث وأهلا بك. إذا ليث، نبدأ مع الهاشتاج الأول يلي واضح أنك غير ملتزم به، خليك بالبيت، وأنت الآن طبعا في الاستوديو بسبب عملك. بالفعل ديما، مساء الخير في البداية لك والمشاهدين الكرام. يعني كان بود جميع الصحفيين أتوقع حول العالم الجلوس مع أسرهم كحال الآخرين، لكن يعني واقع مهنة المتاعب يعني يحتاج إلى ذلك. عموما خليك في البيت هي حملة إلكترونية إن صح تسميتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت قبل أيام بعد أن فرضت الحكومة الأردنية قرارا بحظر التجول لمدة 14 يوما. هذا القرار الذي قالت الحكومة أنها اضطرت لاستخدامه والاتخاذه لأنها وجدت تساهل بموضوع فيروس كورونا، ووجدت أن هناك عدم التزام بقرار المكوث في المنازل، فكان القرار خوفا وحرصا على عدم تفشي ومنع فرص انتشار فيروس كورونا في المملكة، بعد أن سجلت المملكة حتى اللحظة 112 حالة بكورونا. طبعا
14 يوما، لكن الحكومة قالت في الأمس ديما أن الحظر ممكن قد يمتد لأسابيع، وهذا ما أثار يعني أو أثر بشكل كبير على نفسية الكثيرين. فهناك كثير من المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يتحدثون بخواطر وذكريات بعد مضي 3 أيام من الحجر الصحي. كثيرون يتساءلون كيف سيكون الحال إذا ما استمر الموضوع يعني أسابيع طويلة أو امتد لأشهر. لكن الحكومة قالت أنها تتخذ القرار الذي يهم مصلحة المواطن دون أن تتردد في ذلك. نعم خليك في البيت يتداولها الأردنيون، لكن بالمقابل هناك كثيرون يتمنون الخروج من المنازل. لذلك يعني في ساعات المساء مثل هذه الأوقات يعني عمان تحديدا معظم الناس متواجدين على الأسطح، معظم الناس متواجدين يعني على الشرفات حتى يعني يروحوا عن أنفسهم. عموما نبدأ مباشرة بالتغريدات وبحديث الناس حول هذا الموضوع، ونبدأ بما ضل على سبيل المثال. ما ضل يقول قد يستمر الحظر فترة طويلة لا سمح الله، ممكن يكون 14 يوم من تاريخ اكتشاف آخر حالة. هذا يعني أن إيرادات الحكومة التي تحصلها من الرسوم والضرائب والتي تدفع أو تدفع منها رواتبنا تنخفض، وقد يجبر هذا الحكومة على خيارات اقتصادية علينا تقبلها لمصلحة الوطن. أما رغد تقول نأمل من الحكومة عدم رفع حظر التجول قبل إيجاد آلية تمكن أو تمنع من تكرر سيناريو الجمعة الماضية. هذا ما تحدثت به رغد مهم جدا ديما، وهو أن يوم الجمعة الماضي أعلنت الحكومة أن غدا السبت حظر التجول، فخرج جميع الأردنيين يعني إلى المواد التموينية والمخابز، فكان هناك تجمعات كبيرة وكان هذا الموضوع مقلق جدا للدولة. باسمة تقول سترجع عمان تزهو بشوارعها وأهلها قريبا، خليك في البيت واحمي بلدك حتى سوا نقضي على كورونا. أما قصي بيقول المعنويات عالية، إدارة المشهد باحترافية، أزمة وحتعدي بعون الله. أما نور بتقول انتبهوا على حالكم حتى بعد شهر نلتقي كلنا، وما حدا فينا ناقص بإذن الله، وما حدا فاقد حدا، خلوا هالغيمة تروح على خير ليجي رمضان ولمتكم مش ناقصة حدا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. هذا الهاشتاج الأول ديما. نعم ليث، نتمنى طبعا السلامة للجميع. وننتقل إلى الهاشتاج الثاني، وهو حول الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة الأردني، ويعني رغبة الجميع بدعم هذه الإجراءات. يعني الدكتور سعد جابر وزير الصحة البعض أصبح يسميه هنا يعني بالأردن المعظم أصبح يناديه بالبلدوزر. يعني الدكتور سعد جابر يقوم بجهد كبير جدا خلال فترة منذ أول حالة إصابة بالأردن حتى وصولنا إلى هذه الأيام. كثيرون يرون أن الدكتور هو الرجل المناسب في المكان المناسب، واستطاع أن يدير المشهد بمهنية واحترافية وإنسانية، كون الطب هي مهنة الإنسانية. لذلك اليوم هناك إشادة كبيرة ومدح يعني غير مقطوع النظير صراحة لوزير الصحة حول جهوده. وللعلم ديما هذه من المرات القليلة جدا التي يمدح فيها المواطن الأردني يعني وزيرا في الحكومة أو الحكومة بشكل عام، ودائما كانت هناك انتقادات كبيرة على أداء الحكومات السابقة، لكن هذه المرة المواطن يعني يجد أن إجراءات الحكومة ككل وتحديدا إجراء وزير الصحة هي إجراءات صحيحة وسليمة، ولا أحد يستطيع أن يقول للصواب خطأ. دعينا نبدأ بالتغريدات على سبيل المثال وعلى وسم سعد جابر غرد كثيرون. يقول أنس والله وزير الصحة عامل شغل مرتب عن طريق الوقاية من فيروس كورونا، ترفع لك القبعة دكتور. أما إياد بيقول هذه الشتوية شفنا سعد سعود وسعد الخبايا وسعد إبلع وسعد الذابح، وأكثر واحد شفناه سعد جابر وزير الصحة، مع كل المحبة لهذا الرجل المتميز. طبعا ما ذكرته من سعد سعود وسعد الخبايا هذا موروث شعبي أردني يتحدث عن 50ية أو 40ية الشتاء تحديدا. أحمد يقول شكرا دكتور سعد جابر الرجل الصح في المكان الصح. أما عبد الله يقول وزير الصحة سعد جابر لازم نحط له وسام شرف أو عقد شرف مش وسام، لأنه خلى كل الوزراء تتنافس لتلمع زيه. أما أخيرا ليث غرد يقول منذ أعوام والشعب الأردني فاقد الثقة بالحكومة، وكل ما تتحدث للعمل به للشعب على يقين أنه كلام فقط، ولكن اليوم اجتمع الشعب أن جهود كبيرة مبذولة وبواعي العقول اليوم في هذه الأزمة. نعم الوطن بخير، ما زال الرجال في وطني بخير. شكرا معالي الدكتور سعد جابر، الوطن أمانة
معكم. هذا ما يخص الهاشتاج الثاني ديما. نعم ليث، شكرا جزيلا لك. طبعا نتمنى السلامة للجميع، لك ولعائلتك، ونرجوك أنه تتوخى الحذر خلال تنقلك بسبب طبعا اضطرارك للخروج. أكيد. فنتمنى السلامة لكم جميعا، شكرا جزيلا لك. امتلأت أجواء بريشتينا عاصمة كوسوفو بأصوات قرع القدور والأواني بعدما خرج عديدون إلى شرفات منازلهم للتعبير عن استيائهم من الوضع السياسي والصحي في البلاد الغارقة في صراع الساسة والأحزاب على الحكم، غير عابئين باجتياح الوباء للبلاد. للأواني والقدور استخدام آخر لدى الكوسوفيين، غير أنها أدوات للطهي هي وسائل تعبير عن امتعاضهم في ظل الحجر المنزلي من الوضع السياسي والصحي في البلاد. أصوات طرق قدور وأوان ملأت شرفات العاصمة بريشتينا في كوسوفو. هذا احتجاج بمعزل عن السياسيين الذين يفكرون بشكل غير أخلاقي فقط في أنفسهم في وقت أزمة فيروس كورونا. بينما يجد آخرون في اقتتال الساسة ألعابا صبيانية تغرق البلاد مع اجتياح الوباء. إن هذه الألعاب السياسية صبيانية تواجه واحدة من أكبر الأزمات التي مرت على كوسوفو خلال السنوات العشرين الماضية. إنها طفولية وتصرف غير أخلاقي وأناني. النزاع بدأ عندما أقال رئيس الوزراء ألبين كوتي وزير الداخلية إيجين فيليو لمعارضته له إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي الوباء. إقالة أتت بعد اتهام رئيس الوزراء لوزير الداخلية بنشره الذعري وتقويضه عمل الحكومة بعد تصريحه بتزايد أعداد المصابين في كل ساعة. المحتجون يستشيطون غضبا، ففي الوقت الذي جندت فيه حكومات العالم طاقاتها لحماية مواطنيها من انتشار جائحة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف في العالم كله، كان السياسيون في كوسوفو يتصارعون من أجل السلطة، تاركين البلاد بمواردها المتواضعة جدا تواجه وباء أركع قوى دولية على ركبتيها. والآن إلى شباك الصحة مع دانيا أرشيد، وطبعا آخر المستجدات حول فيروس الساعة، فيروس كورونا. نعم مساء الخير ديما، ومساء الخير لجميع المشاهدين. طبعا امبارح بدأت دراسة كتير كبيرة أوروبية على أكثر من 3200 مشارك لحتى يجربوا كذا عقار منهم الهيدروكسي كلوروكوين اللي هو أصلا معروف كعلاج للملاريا، واللي فتح هالباب قدامهم هو دراسة فرنسية صدرت منذ بضعة أيام وأشارت إلى أنه قد يكون هذا العلاج مفيد لمصابي فيروس كورونا. نتابع التقرير ونبدأ النقاش. دراسة فرنسية أجريت على 24 مصابا بفيروس كورونا وأظهرت أن هيدروكسيكلوروكوين ساهم في اختفاء الفيروس عند 75% من المرضى بعد 6 أيام. الأبحاث هذه أجريت في المعهد المتوسط لأبحاث الوباء في مارسيليا بفرنسا، وأعتقد أن الأبحاث هذه بدأت في بداية هذا الشهر وانتهت أو حصلنا على نتائج مبدئية بحدود 16 من هذا الشهر. هذا الدواء تحديدا يسبب تخفيض الحمل الفيروسي كما يسمى أو ما يسمى بالفيرال لود، وبالتالي إذا كان نقص الحمل الفيروسي فهذا يعني خفة حدة الإصابة، وبالتالي وقاية المرضى من دخول المرحلة النهائية وهي الإنتان التنفسي أو اللور ريسبيرتوري تراكت انفكشن اللي هو سبب ذات رئة فيروسية بكورونا فيروس ويحتاج إلى الدعم التنفسي، وربما يصل المريض إلى مرحلة الدعم الكامل بحيث أنه يحتاج إلى التنفس الاصطناعي
ما إلى ذلك. يعطى هيدروكسيكلوروكوين لعلاج الملاريا، ولكنه ليس فعالا ضد جميع أنواع الملاريا. الدراسة كانت مبنية على عينات أخذت من البلعوم الأنفي، وأجريت الدراسة بشكل يومي، بحيث أن كل مريض يفحص سريريا بشكل يومي، وتؤخذ منه العينة بشكل يومي أيضا، وتدرس في المخابر، ليتبين في نهاية هذه الدراسة أن هذا الدواء تحديدا اللي هو الكلوروكوين بيّن أنه يقلل الحمل الفيروسي. ويستخدم هيدروكسيكلوروكوين لعلاج أمراض أخرى مثل الدئبة الحمامية والتهاب المفاصل الروماتويدي عند المرضى الذين لم يستجيبوا لطرق العلاج الاعتيادية. هناك إضافة أخرى، وهي أن المشاركة مع دواء آخر من المضادات الحيوية يسمى الأزيثروميسين، وهو من نوع الماكروليدات الماكرولايدز، تبين أن المشاركة بين هذين الدوائين أدت إلى نتائج أفضل بكثير، وكثير من الحالات تم شفاؤها بسبب هذه المشاركة الدوائية. ومن أضرار فيروس كورونا بالجسم حدوث استجابة مناعية خطيرة تتسبب بعاصفة خلوية بسبب إنتاج مفرط للخلايا المناعية التي تدخل الرئتين، ما يؤدي إلى تسمم الدم وتراجع في القدرة التنفسية والتهاب الرئوي يقود في النهاية إلى الموت. وقد تكون آلية عمل عقار هيدروكسيكلوروكين بتأثيره على جهاز المناعة مضعفا العاصفة الخلوية. دانيا شكرا على هذا التقرير. إذن إذا بتعطينا تفاصيل أكثر عن هذا العقار الهيدروكلوروكوين، هيدروكسيكلوروكوين أو هيدروكلوروكوين صح. هذا الدواء بالأصل أول شيء موجود منذ عشرات السنين، وأول ما وجد أو توافق عليه هو لاستخدام علاج الملاريا، ولكن للأسف بعدين أو قل النصح باستخدامه. ليش؟ لأنه صارت سلالات طفيليات الملاريا مقاومة لإلهم، فما عد فعال مثل ما كان هو فعال طبعا. بس كتير أنه من غير المستغرب أنه يكون ربما لهذا الدواء فعالية، أو يكون هو من أحدى الاحتماليات المقترحة لعلاج فيروس كورونا. ليش؟ أول شيء لأنه هو معروف منذ فترة، سهل الإنتاج، رخيص الثمن، وسهل أنه يكون متاح للجميع. طبعا بدنا نعرف انه مرضى فيروس الكورونا معظمهم، حتى ما تخافي لا انت ولا غيرك، بيختبروا اعراض خفيفه تشبه اعراض الانفلونزا وبيتعافوا منها، وهذا الشق الايجابي بالموضوع. لكن في 20% من الاشخاص ممكن تتطور عندهم الاعراض الى اعراض حاده اكثر، ويتطلب في بعض الاحيان دخولهم الى المشفى اذا صار في التهاب رئوي حاد، فيتطلب حينها دخول المشفى. ايضا عقار هيدروكسيكلوروكوين، لانه انا فهمت حتى ببريطانيا تقريبا خف كثير من الصيدليات، وفي كثير دول لانه صارت الاشخاص احتياطيا يشربوا عندهم بدون علب. وصفة في بعض البلاد يباع بدون وصفة في بريطانيا، لا يباع بدون وصفة نعم، بس لكن هو ما لازم ياخده حتى المصاب بفيروس كورونا الا لما بتصير الاعراض عنده اكثر حده ويتطلب الدخول بالمشفى، يعني يجب ان ياخذه تحت اشراف طبي. نعم. هل بدأوا يعطوه هون؟ ممكن. لا لسه ما تمت موافقة عليه رسميا. نعم. طب والدراسة اللي الفرنسية طبعا حول فوائد هذا الدواء؟ نعم، دراسة أول شيء طبعا جربت الهيدروكسيكلوروكوين على مجموعة من المرضى كانوا عم ياخدوا 600 ميلي جرام من مادة الهيدروكسيكلوروكوين مقسمة على 3 دوزات بالنهار، كل دوز يعني أو كل جرعة 200 ميلي جرام يوميا 3 مرات، يعني 600 ما يعادله. وشافوا انه هالمرضى اللي عندهم فيروس كورونا وعم بياخذوا هذا الدواء، شافوا انه الحمل الفيروسي عندهم خف بعد بضعه ايام مقارنه باشخاص ما كانوا عم ياخذوا هذا الدواء. ايضا شافوا انه وقت شاركوه بمضاد حيوي اللي هو الازيتروميسين كانت النتائج افضل وافضل، هذا بعد ما اخذوا عينات من البلعوم الانفي، فشافوا انه لسه كانت الفعالية مع أنه الأزيتروميسين هو أنتي بيوتي. نعم. مضاد حيوي. نعم. نعم. الأزيتروميسين هو مضاد حيوي من زمرة الماكروليد، وهو يستخدم لعلاج العديد من الالتهابات، من التهاب الأذن الوسطى، التهاب البلعوم، التهاب الرئتين، التهاب الأمعاء في بعض الأحيان، وأيضا في حالة السيلان والكلاميديا. نعم. ولكن لما الإنسان بيصيبه فيروس كورونا بيصير عنده التهاب رئوي، فبتخف عنده المناعة كتير، ف
هذا الشيء بيحفز الجراثيم لحتى تتنشط، فبيصير هو عرضة أكثر للالتهابات الجرثومية. نعم. ودانيا، شو شان العلاجات الأخرى اللي عم نسمع عنها وقيد الدراسة يعني؟ هلأ الصين أيضا أعلنت مؤخرا، أو خبراء الصين، أنه هنن عم بيجربوا هلأ احتمال يكون في تقريبا 30 مادة دوائية أو 30 عقار هنن أصلا موجودين بالأسواق، عم بيدرسوا مدى فعاليتهم في علاج فيروس كورونا من عقارات غربية ومن أيضا من المواد الطبية التقليدية اللي هي أصلا شائعة في الصين. ولكن الصين أيضا حتى كانت احتمال أنه يكون في علاج للإنفلونزا الياباني يكون مفيد في حال فيروس كورونا. أيضا مثل ما حكينا بدأت البارحة تجربة سريرية أوروبية كبيرة على 3200 مشارك في هذه الدراسة ليشوفوا فعالية 3 أدوية أخرى غير هيدروكسي كلوروكوين. نعم، وبريطانيا جزء من هذه طبعاً التجربة، جزء من الدول الأوروبية 7 المشاركة في هذه الدراسة. نعم دانيا، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة للجميع. شكرا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا للمتابعة، نلتقي غدا عند 4 بتوقيت غرينتش، 6 بتوقيت القدس. إلى اللقاء.